تمام، مرحبا بأطفال صبورانات. اليوم باش يكون الدرس متاعنا اسمه الخطوط الحلزونية. الخطوط الحلزونية تشبه الحلزون. الخطوط الحلزونية تشبه الحلزون. اليوم أصدقائي باش نقرأ الدرس نتاع الخطوط الحلزونية، يزوكم ديما تعاودوا معايا كما نقول أنا الخطوط الحلزونية. نعم، طيب باش نبدأ بالتمرين الأول. شنو يقول لنا التمرين الأول؟ يقول أكملوا أو أكملوا التخطيط وألونوا. معناتها في بدأ الأمر باش نكملوا احنا التخطيط هذي، معناتها نتبعوا النقاط المتقطعة ثم نقوم بالتلوين ونتبعوا الألوان اللي عطاهنا في بدأ الأمر. معناتها أول مرحلة باش نقوموا بها هي تتبعوا الخطوط، ومن بعد باش نقوموا بالتلوين. باش تشوفوا معايا مرة الأولى كيفاش باش نقوم بتتبع الخط الحلزوني. نتبع السهم متاعي من هنا، نمشي هكا، انظروا هكا، هذايا ايش معناتها الخط الحلزوني هكا، ونزيد نعود ندور على بلاستي، نزيد نعود ندور كيما هكا بالضبط. خلينا نعود العملية مع الحلزونة الثانية. يزمنا من الأول نتبعوا السهم هكا، أحسنتم يا أطفال. وبعد نجي لهنا هكا، تبع الخطوط الحلزونية ويدور يدور يدور يدور، ونكمل لهنا الخطوط المتقطعة لنتحصل على الخطوط الحلزونية. أحسنتم يا أطفال. توا شنو المرحلة الثانية؟ هي باش نقوم بالتلوين. بعد قليل سنرى الحلزونة الأولى والحلزونة الثانية ملونة. لقد أكملت التلوين يا أطفال. هاته الحلزونة الأولى وهاته الحلزونة الثانية. أحسنتم، هل أنهيتم التلوين أيضا؟ نعم، رائع جدا يا أطفال. الآن سنمر إلى التمرين الثاني. ماذا يقول التمرين الثاني؟ أتتبع ما هو منقط. نعيد السؤال، أتتبع ما هو منقط. معناتها احنا توا باش نتبعوا النقاط. اين هي النقاط يا اطفال؟ احسنتم، هذه هي النقاط. وهي يا ترى على شكل ماذا؟ هل هي خطوط افقيه ام عموديه؟ لا، انها خطوط حلزونيه. احسنتم، هذه الخطوط تسمى خطوط حلزونية. وما هي هذه الرسمة يا أطفال؟ جيد، إنها فراشة. الآن سأقوم بتتبع الخطوط المتقطعة. انظروا، وهذه الخطوط المتقطعة هي على شكل خطوط حلزونية. هذا الخط الحلزوني الأول، فلنرسم الخط الحلزوني الثاني. حلزوني حلزوني حلزوني، أحسنتم. الخط الحلزوني أدور ثم أدور ثم أدور ثم أدور لكي أنتهي. لم يتبقى لدينا سوى هذا الخط الحلزوني الأخير. أحسنتم يا أطفال، هذه الخطوط تسمى خطوط حلزونية. أحسنتم، فلنمر الآن إلى التمرين الموالي. ماذا يقول التمرين الموالي يا أطفال؟ يقول
أخطط وأكمل التلوين، أخطط وأكمل التلوين. أحسنتم، لكن ماذا سأخطط يا أطفال؟ هل أقوم بالتخطيط في وسط الكراس؟ لا، بل أقوم بتتبع النقاط. هنا العديد من النقاط وهي على شكل خطوط حلزونية. انظروا، هذه الحلزونة الأولى وهذه قوقعتها. هذه قوقعة متاعها، اش معناتها؟ معناتها هذه الدار اللي تتخبى فيها الحلزونة. هذا ظهر الحلزونة، وهذه حلزونة على جنب، وهذا الفوقاني، هذه الدار متاعها، وهذه الحلزونة الدار متاعها باش كي تحتمي كي يبدأ موجود أي خطر. صحيتو يا أطفال. احنا توا شنو باش نعملو؟ باش نتبعو الخطوط المتقطعة. الخطوط متقطعة، وهي شنية الخطوط هذيك؟ شنو نسميوها يا أطفال؟ الخطوط الحلزونية. أحسنتم، خطوط الحلزونية جاية من كلمة حلزونة. أحسنتم، نتبع النقاط متاعنا بكل انتباه كما أنا قاعدة توا، وما نخرجوش على الخط كما وصيتكم في الدروس السابقة. كملنا الحلزونة الأولى والثانية، توا باش ننتقلوا للحلزونة الأخرى باش نكمل الشكل متاعي، ومن بعد ما نكمل باش نقوم بالتلوين كما أنتم قاعدين تستناو. أكيد راكم تحبوا التلوين برشا. أنا توا قاعدة نتبع في النقاط. أحسنتم، كي نتبع النقاط متاعي ما نخرجش عن الخط، نتحصل على حلزونة مزيانة برشا كيفكم انتوما بالضبط. صحيتو، شنو مازالولها؟ مازالولها القرنان متاعها. القرنان متاعها هذوما باش هي تحس بالخطر، وإلا تحس بعبد جاي يحب يشدها. توا باش نكملو نتبعو الخطوط الحلزونية الأخرى كما قاعدين تشوفوا فيها أنا بالضبط. ودرس اليوم هو اسمه الخطوط الحلزونية، وما ننساوش الدرس هذا، كي ننساوه نتذكروا الحلزونة، تو وقتها احنا ما ننساوش الخطوط الحلزونية. صحيتو، لقد انهينا انهينا لقد انهينا. انظروا ما احلى حلزوناتي يا اطفال. ماذا تبقى لدينا الان؟ لم يتبقى سوى التلوين. سنرى من هو تلوينه أحسن. أنا الآن قد أكملت تلوين الحلزونات. هل أكملتم أنتم أيضا يا أطفال؟ أحسنتم، وهل كانت الحلزونات جميلة؟ نعم، جيد جدا. الآن انتهى درس الخطوط الحلزونية، فلنلتقي مجددا يا أطفال. إلى اللقاء.